اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات صدق الله العظيم الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية يلقي درس اليوم بين يدي أمير المؤمنين حفظه الله الأستاذ عبد الحميد العلمي أستاذ التعليم العالي بفاس ويتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع حماية المدنيين في التشريع الإسلامي انطلاقا من قول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ويحضر الدروس الحسنية الرمضانية كل سنة ثلة من العلماء الأجلاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد: حماية المدنيين في التشريع الإسلامي، انطلاقا من قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين، هادي الورى إلى الصراط المستقيم، باعث محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، رحمة بالمؤمنين وحجة على العالمين، والحول والقوة لمن لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مولاي صاحب الجلالة أمير المؤمنين، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمة منه تعالى وبركات. إن الموضوع الذي أتشرف اليوم بإلقائه بين يديكم بعد إذنكم الشريف هو حماية المدنيين في التشريع الإسلامي، انطلاقا من قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومعلوم أن حماية الناس مقدمة لا تنتج معمولها إلا بعد التسليم بأصل التكريم الذي نص القرآن عليه في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولفظ التكريم اسم جامع لمعاني العناية وضوابط الحماية، فهو من قبيل الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق من قائله، ومن خرج عنه خالف ما أخبر الله به، لأن الخبر عند أهل الميزان والعربية هو ما احتمل الصدق أو الكذب. أما إذا تعلق الأمر بالوحي فالخبرية لا تقتضي إلا الصدقية، فمن كذب بخبر التكريم خالف صدق الشارع الحكيم فعليه وزر تلك المخالفة. لذا تضافرت نصوص الشريعة على تحقيق مضمون تلك الخبرية في كليات جامعة لمسمى الحماية الضامنة لأصل التكريم. ولقد أتى على الإنسان حين من الدهر أنساه تلك الموجبات، وأوقعه في جملة من التصرفات عادت بالسلب على ما نطقت به البينات، فضاعت بسبب ذلك الحقوق وانتهكت الحرمات، ووقع التعدي على المهاج والحريات. ولما كانت مبادئ الحماية والتكريم تشمل الناس في كل وقت وحين، فقد أقرها الموالف والمخالف، وأسهم كل من له انتساب للآدمية بسن قوانين وضعية لها أصول في شريعتنا الإسلامية. فأسفر ذلك عن اصطلاح جديد هو ما يعرف اليوم بالقانون الدولي الإنساني، الذي استمد مشروعيته من أعمال لاهاي وجنيف. ويشمل قانون لاهاي يا مولاي كما تعلمون على مجموعة من القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقيات لسنتي 99 و800 و1000 و 97 و1000، كما يشمل قانون جنيف على الاتفاقيات الأربع لسنة 49 و900 و1000، بالإضافة إلى البروتوكولين الإضافيين اللذين أقر عام 77 و900 و1000. هذا ولم يحظى القانون الدولي الإنساني بالاحترام التام لعدد من مضامين تلك الاتفاقيات، لذا نشط القائمون عليها
بعقد الندوات وتنظيم اللقاءات، ففي شهر شتنبر من سنة 2003 نظمت المائدة المستديرة سان غيمو بإيطاليا، وهي 27 في موضوع القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى، وأسفرت أعمالها عن ضرورة احترام الحقوق المدنية التي أقرتها الأديان والتشريعات. والمتأمل في علاقة تشريعاتنا بالمنصوص عليه في النظم الوضعية يجدها قائمة على توخي السلام وضمان الأمان، حتى لو تعلق الأمر بالنزاعات المسلحة التي اعتبرها الفقه الإسلامي ضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. ومن مشمولات ذلك التقدير التصدي للأعمال العدائية وكسر شوكة الحرابة ومكافحة الفتن والتمسك بمبدأ الدفاع عن النفس، كما يدخل في مفهوم ما يقدر بقدره الالتزام بالحرص على حياة الناس، إذ لا موجب للعدوان ولا مصوغ للإغال في انتهاك الحرمات والتعدي على الجماعات. وهذا ما نصت عليه المواد من 40 إلى 42 من البروتوكول الأول من اتفاقية جنيف، والخاص بحظر القتل الجماعي وكذا حظر القتل العاجز عن القتال، وهو ما أكدته معاهدة لاهاي سنة 1997 في المادة 23 الفقرة دال من اللائحة الملحقة بها. ولقد كان لحذاق العلماء وخدام الشريعة الأوفياء التحقيق في دعوى سبق الإسلام إلى حراسة الحريات وضمان الحمايات، لذا اخترت يا مولاي أن أترجم لموضوع الدرس بحماية المدنيين في التشريع الإسلامي انطلاق من قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبعد استيفاء الفكر في قيوده وجدته مؤسسا على قضية تحتها مسألتان. أما القضية فتصدق على دعوى إحاطة التشريع الإسلامي بحماية الحقوق المدنية، وسأعمل على جلية تلك الدعوى بما يدل على أن ما توصل إليه القانون الدولي الإنساني متفرع عما هو مؤصل في الفقه الإسلامي. وأما المسألتان فإحداهما لها تعلق بحقيقة حماية المدنيين، والثانية بالقواعد الضابطة لتلك الحماية. ولما كانت القضية جنسا في الموضوع، فإن القول بإحاطة تشريعاتنا بما يحقق حماية المدنيين دعوى بحاجة إلى إقامة الحجة عليها صحة أو فسادا. فنحن المسلمين يا مولاي قولا واحدا وإجماعا قائما من غير قيام نكير نعتقد اعتقادا جازما أن ما من نازلة تعن إلا ولله تعالى فيها حكم خاص يدرك بالنص أو الاستدلال. وجماع القول في صحة هذه الدعوة نقلون وعقلون. أما النقل فيكفي أن نتدبر آيتين هما، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأما العقل فوجه الدلالة به أن خاتمية الشريعة الإسلامية مطلوب لا يتأتى إلا بالتسليم باستمرار صلاحيتها لعدم فرض قيام الناسخ عقلا وواقعا، ولا معنى للصلاحية مع حرم أصل الإحاطة والاستمرار. يقول الإمام الشافعي: ليس التنزيل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها، ولا سبيل إلى التحقق بذلك الدليل إلا لمن بوأه الله شرف استنباط الأحكام لكل ما يعرض من قضايا الأعيان. وهذا ما يعبر عنه بعلم الفقه. يقول صاحب الرسالة: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن. ونظيره قول جعفر الصادق: حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث الحسن، حديث الحسن حديث الحسين، حديث الحسين حديث علي عليه السلام، حديث علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي قول الله عز وجل.
وفي هذا إشارة مولاي إلى أن الفقه الإسلامي له استمداد من الوحي ولو بوجه. وفي هذا تأكيد على أن علماءنا أحسنوا العلاقة بين فقهنا وأدلتنا وواقعنا. يقول ابن القيم الجوزية: فالفقه شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الفقه والواقع لا من يلقي العداوة بينهما. فلكل زمان حكمون، والناس بزمانهم أشبه منه بآبائهم. والثابت يا مولاي أن المتقدمين من علمائنا أحسنوا العلاقة بين فقههم وواقعهم، حتى أصبح فقههم يمشي على وزان واقعهم، فهم أوجدوا فقها يصلح لواقعهم، ولم يكونوا مسؤولين عن إيجاد فقه يغطي واقعنا. فلا مجال إلى إصلاح ذات البين بين فقهنا وواقعنا إلا بالفهم الحقيقي لشرعنا والتزود بالمبادئ المرعية لديننا. وقد صور خدام هذه الشريعة الفقيه الذي يفتي الناس بما يحدث العداوة بين الفقه والواقع، صوروه بصورتين: الأولى إن الذي يفتي الناس من كتاب فقه واحد كالطبيب الذي يطببهم من كتاب طب واحد، فمن فعل ذلك هلك وأهلك. الصورة الثانية إن الذي يكتفي في الفتوى بحفظ الفقه الجاهز كالرجل الذي عنده أحذية كثيرة على مقاس واحد يعرضها لكل الناس. قال ابن رشد الحفيد: سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة. فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت، انتهى كلامه. ولفظ صانع الخفاف له استمداد مما نقل عن الإمام الشافعي، وهو يبين العلاقة بين حفاظ الفقه ومستنبطيه، مخاطبا حفاظ الفقه بقوله: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. وقد كثر الصيادلة يا مولاي في هذا الوقت وقل الأطباء، حتى قال الشاعر في حقهم: لقد كثر الوعد والواعدون وقل البصير بأخبارهم، فلو قام محتسب بينهم لعطل 19. لذا فعبارة ابن رشد وضعت للدلالة على ضرورة التمكن من صناعة الجهاد لمواجهة الأحداث والمستجدات، وهذا ما تواتر به العمل منذ الصدر الأول للإسلام. يقول إمام الحرمين عبد الملك الجويني: وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة. فأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة وأحكاما محصورة، ثم حكموا في كل واقعة عنت، فعلمونا أن أحكام الله تعالى لا تتناهى في الواقع. فلننظر إلى ما آل إليه أمر فقهنا ونجعله يسير على وزان واقعنا، على هدي من كتاب ربنا وسنة نبينا وتوجيهات من قلده الله حفظ ديننا. فكان من أمر قيامكم بذلك الحفظ يا مولاي أن سهرتم على حماية المقدسات وإنشاء المؤسسات وتنظيم الهيئات وضبط الآليات التي من شأنها أن تجعل فقهنا يستجيب لواقعنا. في ظل منهج قائم على رعي المبادئ الشرعية وحماية الحقوق المدنية. ولما كان مسمى الاستجابة مرتبطا بالبيان، فقد ناسب يا مولاي أن أحرر بعض الكلام عن آية العدوان. فقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، تضمن اللطائف الآتية: أولا، إن حكم التعدي في الإسلام مبني على مقدمتين ونتيجة يعبر عنها بكبرى لصغرى سهلة الحصول. أما الكبرى فمستفادة من قاعدة هي النهي يفيد التحريم، وأما الصغرى فمستفادة من قوله تعالى: ولا تعتدوا، وقد صدرت بنهيين، والنتيجة هي تحريم التعدي ولو بوجه. والتعدي والاعتداء والعدوان كما في اللسان من الظلم وتجاوز الحد والحق، وكل من تلبس بهذه الصفة فقد عاد الله وجانب صف الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعلى مراتب تلك العداوة أن تنتهك الحرمات الماسة بحياة الناس. فعن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تعتادوا، أي لا تقتلوا النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير،
فإن فعلتم فقد اعتديتم. وفي تفسير البيضاوي: ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم. ومعلوم أن الشريعة جاءت لتحد للمكلفين حدودا في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وكل من تعدى تلك الحدود فقد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره. ثانيا، قوله تعالى ولا تعتدوا لا معمول له، والقاعدة أن حذف المعمول مشعر بالإطلاق. فكان النهي عن الاعتداء مطلقا يشمل كل الجزئيات والحالات، فتدخل في ذلك النهي عن كل أشكال الإذايات سواء تعلق الأمر بالدوريات أو العوارض الخادمات. قال هشام بن حكيم: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ثالثا، قوله سبحانه إن الله لا يحب المعتدين تأكيد لذلك النهي، وهذه قرينة على ما تقدم تقريره من أن النهي يفيد التحريم. ولفظ المعتدين جمع محلا بأل، فيستغرق كل الأفراد الداخلة في مفهومه من غير حصر، ليشمل كل من قامت به صفة الاعتداء الموجب للخروج من محبة الله لقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين. وبناء على ما يفهم من دلالة النهي القطعية وصيغة المنهي عنه العمومية، تتأسس أهم القواعد الخادمة لحقوق المدنيين كما أصلها التشريع الإسلامي ونص عليه اتفاقيات لاهاي وبروتوكولات جنيف. وهذا هو موضوع المسألة الأولى التي عنونتها بضمان الحماية في مسمى المدنيين، وبابها ضرورة الحفاظ على حياة الناس، وهو رأس الحقوق المدنية وسنامها، وسأعمل على تصويره من خلال حفظين وتعلقين. أما الحفظان فأحدهما وجودي، ويتحقق وجه الحفظ فيه بسن ما يقيم أود النفس وجودا، كتناول المأكولات وتعاطي الملبوسات واتخاذ المسكونات وضمان الحقوق الخادمات. والثاني عدمي، ويتقوم ذلك الحفظ فيه بسن ما يدرأ عنها أي النفس الفناء عدما، كالإخلال بما يمس بالحقوق بالحق في الحياة لذا شرع لدفعها القصاص والديات. قال أبو إسحاق الشاطبي: والحفظ لها أي النفس يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عن الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. وأما التعلقان فأحدهما مادي، ويتعلق وجه الحفظ فيه بمنع ما يضر بالنفس خدشا أو شجا أو إتلافا، والثاني معنوي، ويتعلق ذلك الحفظ فيه بمنع ما يؤثر فيها إهانة أو تحقيرا. ففي الآثار أن من نظر إلى أخيه نظرة شزراء في الدنيا عذبه الله بها يوم القيامة. وباستيفاء النظر في الحفظين والتعلقين، يتبين أن المقصود بحفظ النفس التحقق بماهيتها، وهذا موذن باحتواء جزئياتها، فتدخل فيه حقوق الحياة والتغذية والحرية والتنقل، ويمنع كل ما يضر بها باحترام عزتها وصون كرامتها وغير ذلك مما لا يتناهى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا يا مولاي هو الأصل الذي تتحقق به الحماية لمسمى المدنيين، وهو مما اتفقت عليه الشرائع وانسدت بموجبه الذرائع، فكل من حاد عنه حاد عما تواتر به النقل في الأحكام التكليفية وخرج عن مقتضى الأدلة الشرعية. ولا وجه للاعتراض بمسألة السفينة القاضية بإلقاء الآدمي في البحر حفاظا على حياة الآخرين، وقياسا على قصة سيدنا يونس عليه السلام، لأنها قضية عين تعلقت بنبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا، وهذا فاسد، لأنها لا تخف برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، ولكنهم يصبرون على قضاء الله. انتهى كلام القرطبي.
ومن مقتضيات حكمة الله تعالى تقرير حق الحياة، فلا معنى لإسقاطه إلا بموجب شرعي. والقاعدة أن الناجية ليس أولى بالحق في الحياة بمن وقعت عليه القرعة. ومما يجلي الحفاظ على حياة المدنيين في الفقه الإسلامي صور منها ما ذهب إليه صاحب الفواكه الدواني إذ قال: لا يجوز قتل النساء والصبيان، كذا يجب أن يتجنب قتل رهبان الكنائس والأحبار. وفي بعض النسخ عدم جواز قتل أجراء، وعند الشيخ زروق عدم جواز قتل الفلاح والأجير والصانع، وهذا كله قول ابن حبيب. وفي البحر الرائق لا يجوز قتل امرأة وغير مكلف صبي وشيخ فان وأعمى ومقعد ذوي العهد ومقطوع اليمين ومقطوع اليد والرجل من خلاف والراهب وأهل الكنائس. وحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه تقاتل، فلما قتلت؟ مما سبق يتبين أن مفهوم المدنيين في التشريع الإسلامي يشمل كل مهادن ومن ليس له رأي في القتال من الشيوخ والأطفال والرجال والنساء والتجار والصناع والفلاحين والأجراء وأفراد البعثات الطبية والدينية والقضاة وكذا المقعدين وذوي العاهات والأسرى والموظفين، كما ورد في المادة 50 من الفصل الثاني من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف المعقود في 12 غشت سنة 1949 و900 و1000. وبه يعلم أن الشرع والوضع تضافر على منع قتل المدنيين والدعوة إلى الحفاظ على حياتهم. وهذا يا مولاي متأسس شرعا على عدد من الشواهد والقواعد، وهو ما ترجمت له بالقواعد الضابطة لحماية المدنيين. وبابها نهوض الشواهد الدالة على ما نحن فيه، فمن ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء والعسفاء المستخدمون والوصفاء المماليك. روى البيهقي عن جابر قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين، طبعا لأنهم مدنيون. وفي رواية البخاري أنه ورد النهي عن قتل من أعلن إسلامه، فعن المقداري قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة اختبأ فقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. وتأسيسا على ما تقدم يتضح أن مفهوم المدنيين في السنة النبوية اتسع ليدخل في الحماية الشرعية، سواء تعلق الأمر بالظروف العادية أو الحالات الاستثنائية الداخلة في الإيالة الشرعية القاضية بحماية الشؤون الرعية. فقد ذكر القاضي محمد الفلاق في كتابه تاج الملك أنه متى أخل الموالف بشيء من صفات العبودية وتجرد عن شيء من ملابس الإيمان أو تلبس بشيء من أفعال المخالفين صار بينه وبين العدو مناسبة ما. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص: أما بعد فإني آمرك والمعك بتقوى الله على كل حال، وآمرك والمعك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من احتراسكم من عدوكم. ونبه الماوردي على أنه ينبغي للأمير أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى في حقوقه وأمر به من حدوده، حتى لا يكون بينهم تجوز في دينين أو تحيف في حق، فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه. ومسألة الفصل بين الحلال والحرام في معاملة المدنيين يدخل فيها يا مولاي النهي عن مطلق الإدايات في كل الظروف والحالات وبغض النظر عن اختلاف الأعراق والديانات.
لذا حتى الفقه على ضرورة صيانة كافة الحقوق والواجبات، فقعد من تشريعات ما يحفظ الأموال والأبضاع، لذا وجد العمل بإقامة الحدود وفرض الديات وضمان المتلفات واحترام الملكيات. قال صاحب المبسوط: يبقى مال المستأمن على ملكه ولو عاد إلى دار الحرب. قال: وهذا حكم متفق عليه بين الأئمة الأربعة والزيدية. كذا وجدنا في تلك التشريعات ما يضفي الشرعية على المبادئ والغايات، وهذا له تعلق بذوي الصوابق والجنايات، إذ لا تسقط عنهم العقوبات بالهروب خارج الحدود والإيالات. فقد ورد في بعض النقول أنه إذا وقعت الجريمة في دار الإسلام ثم هرب الشخص إلى دار الحرب فلا تسقط عنه العقوبة بالهرب، وهذا يلتقي مع ما صارت عليه التشريعات الوضعية المنبثقة عن العلاقات الدولية والاتفاقات الجهوية. كما يدخل فيما يخدم الحقوق العامة للمدنيين تجريم من ثبتت إدانته مباشرة أو ساعد بالمشاركة أو التستر أو التواطؤ. يشهد له في القرآن قوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ذلك أن عاقر الناقة شخص واحد هو قدار بن سالف، بدليل قوله سبحانه: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقار. لكن العقاب شمل الجميع بحكم تمالؤهم على ذلك الذنب. قال ابن كثير في معنى قوله تعالى: فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم بالسواء. فتقرير العقوبة بمبدأ التواطؤ أمر جرى به العمل كذلك في التشريعات الوضعية والمساطر الجنائية، كل ذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق المدنية. وقد نبه الفقه الإسلامي على ضرورة تلك الصيانة، فاستحق شرف الإحاطة بكل ما يعين على ضمان الرعاية وتحقيق الحماية. لا أقول هذا على سبيل الانتصار، وإنما أسوقه من باب الاستظهار، عسى أن يكون هدى للمتقين وأن تصل مضامينه للناس أجمعين. مولاي صاحب الجلالة، إن الناظر في فقهنا الإسلامي يجده قائما على احترام الشخصية البشرية عند التخوف أو التحقق من زوال الذمة الحياتية. مثال التخوف ما يعرف في تشريعنا بمسألة التترس التي يعبر عنها في اللسان الوضعي بإقامة الذروة البشرية. فإذا كانت الأعراف والقوانين الدولية تستنكر تلك الإقامة، فإن للفقه الإسلامي بحثا أصيلا يرقى إلى أعلى مراتب الحماية، ذلك أنه ميز بين حالين كلاهما يعبر عن سمو النظر الشرعي إزاء هذه المسألة. الحالة الأولى هي أن يتترس بالمسلمين، والأصل فيه التمسك بقاعدة حرمة الدماء وصون المهاج والأرواح، ووجه جواز حرمها بإجراء قانون الأولوية عند التقابل بالأرجحية. ومن صور ذلك الإجراء مجانبة الاعتداء عند الاقتتال، لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. جاء في المادة 23 من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1997، وأكدته المادة 41 من الملحق الأول والمادة 4 من الثاني، جاء فيها: يمتنع المحارب عن إيذاء خصمه بالقتل أو الجرح أو التأديب أو سوء المعاملة إذا ما أصبح ذلك الخصم عاجزا عن القتال، سواء بإلقاء سلاحه أو لأنه لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه أو لأنه أسلم نفسه. والأصل في هذا وذاك يا مولاي قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ومن ذلك مجانبة التعدي على الأهداف المدنية واستعمال الأسلحة الكيماوية، ففي مختصر خليل: منع استعمال النبال المسممة. والقول بالمسممة يصدق على حظر كل أشكال المواد التي تشكل خطرا على حياة المدنيين. والحالة الثانية أن يتترس بغير المسلمين من النساء والأطفال، إذ لا موجب في الشرع إلى إباحة دمائهم، بل يتوقى في ذلك إلى أعلى مراتب الاحتياط، كما عبر عنه صاحب الأحكام السلطانية وقت سئل مالك
عن نساء العدو وصبيانه يكونون يرمون بالحجارة ويعيتون على المسلمين أيقتلون؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. ومثال التحقق يتجلى في متابعة التشريع الإسلامي للحقوق الثابتة للإنسان بعد الحياة، وما يستوجب ذلك من النهي عن التمثيل به ووجوب إكرامه بدفنه، لا يميز في ذلك بين مقاتل ومهادين. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بقاتل فيجاوزه حتى يامر بدفنه، لا يسأل أمسلم هو أو كافر. كذلك ورد النهي عن تشويه الجثث أو التمثيل بها، فمن وصايا علي كرم الله وجهه: لا تمثلوا بقاتل، ولا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن. اسمحوا لي يا مولاي أن أفرض بعض الكلام عن صنف آخر من المدنيين وهم الأسرى، لنقف على مدى متابعة التشريع الإسلامي لأحوالهم واهتمامه بحقوقهم وصون كرامتهم. فقد مدح القرآن الكريم من يوتر الأسير بالطعام في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا يميز في الأسرى بين أهل القبلة وغيرهم. يشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى. ولفظ الإكرام له استمداد من الصفات الحكمية القاضية باحترام الآدمية، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وفي بعض التفاسير أن قتادة قال: إن الله أمر أن يحسن إلى الأسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر بني قريضة عندما اشتد عليهم الحر: لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا. وبلغ من مجاملة المسلمين لأسرى بدر أنهم كانوا يطعمونهم التمر ويأكلونهم الخبز. ولم تقتصر تلك التوجيهات على ضمان حق الأكل والإيواء، بل دلت النصوص على منع كل أشكال الإذايات كالمس بالكرامات والكشف عن العورات. قال علي كرم الله وجهه: إذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عوره، ولا تمثلوا بقاتل، ولا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا من أموالهم شيئا، ولا تعذبوا النساء بأذى وإن شتمناكم، واذكروا الله لعلكم تعلمون. انتهى كلامه. ومقتضى ما تدل عليه الأصول أن للأسرى موجبات تتعلق بحق الحياة والأكل واللباس والتطبيب وحسن المعاملة، فلا تخفر لهم ذمة، ولا تكشف لهم عورة، ولا يكلفون ما لا يطيقون. وقد نبهت بعض التشريعات الوضعية على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، ومنها حظر الكشف عن العورات. والقاعدة أن من التزم شيئا لزمه، فهل تحقق ذلك الالتزام؟ أكتفي بها التنبيه ولا أزيد، لأنه من زاد فعليه ما زاد. كما دلت السنة على أشكال من تلك المعاملة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع أسراه على المسلمين للإقامة معهم في بيوتهم، فكانوا بهذا الوضع أقرب إلى الضيوف وما يستدعيه المقام من كرم الوفادة وحسن الضيافة التي تصل أحيانا إلى حد الإيثار. وقد نصت النقول على أسماء الذين تكفلوا بأسرى بدر، وهم سبعة من المهاجرين، هم أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضي الله عنهم. وأجمع الفقهاء على ضرورة احترام الحقوق المدنية للأسرى، فقد دلت الروايات على وجوب توفير ما يقيم أودهم ويحقق أغراضهم ويضمن كرامتهم، حتى التفت بعضهم إلى بحث مسألة الأمومة في الأسرى. فقد ذكر صاحب المغني أنه لا يفرق في السبايا بين الأم وولدها الصغير حتى وإن رضيت الأم بذلك. ولفظ حتى موذن بحق الصغير في رعاية أمه جبرا لا اختيار. وهكذا يتبين يا مولاي أن الفقه الإسلامي أحاط بالتشريعات الحامية للمدنيين، فالتقت في كثير من صورها بالقانون الدولي الإنساني.
ولأسلافكم المنعمين ما آتوا تذكروا في الباب. فقد فاوض جدكم المولى إسماعيل أحد ملوك إسبانيا وهو دون كارلوس بشأن 100 أسير نصراني كانوا عندنا في المغرب، فقال: وذلك أن تعطونا في 50 نصرانيا من هذه 100 5000 كتاب، 100 كتاب عن كل نصراني من كتب الإسلام الصحيح. وإن لم توجد الكتب التي هي مرادنا فاجعلوا عوضها من أسار المسلمين. وقبلنا منكم الرجل والمرأة والصبي والصغيرة أو الكبيرة والشيخ المسن من إيالتنا وغيرها. وقوله من إيالتنا وغيرها دليل على دفاع الملك عن الأسرى أينما كانوا من بلاد الإسلام. وفي هذا إشارة إلى سمو نظر المولى إسماعيل وصدق حرصه على كل أسير بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسيته. كذلك قام سيدي محمد بن عبد الله بمراسلة ملك إسبانيا جاء فيها: أما بعد فأقول إننا في ديننا لا يسعنا إهمال الأسرى وإبقاؤهم في قيد الأسر، وفيما نظن أن دينكم لا يصوغ لكم ترك أسراكم في الأسر مع الإمكان والاستطاعة. ثم نصحه أن يعامل أسر المسلمين مثل ما نفعله نحن بأسراهم، قال: لا نكلفهم بخدمة، ولا نخفر لهم ذمة، ولا نحملهم ما لا يطيقون، ولا نلزمهم ما عليه لا يقدرون، نترك مرضهم لمرضه، ونسمع ضراعتهم، وننصت لما يقولون. إنها نماذج راقية وإشارات حضارية تؤكد عالمية هذا الدين وانبناءه على أسس إنسانية كونية. وبرجوعنا إلى القواعد الضابطة للحقوق المدنية في التشريع الإسلامي نجدها أصلاً لما تفرع عنها في القانون الدولي الإنساني. إنه نظام متكامل عين مفهوم المدنيين في كل مهادن وغير ذي رأي في القتال ليشمل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والصبيان والرهبان وذوي العاهات والمرضى وأعضاء البعثات والقضاة والصناع والأجراء والتجار والفلاحين والأسرى والموظفين، وشرع لهم ما يضمن حقوقهم ويحفظ دماءهم وأعراضهم ويصون عزتهم وكرامتهم سواء في حياتهم أو بعد مماتهم. إنها مبادئ عامة تقبلها العقول والراجحات وتتفق عليها الشرائع والديانات. والقاعدة يا مولاي أن كل من خرج عما حده الشرع في تلك الحماية فقد دخل في مسمى المعتادين غير المحبوبين الذين قال الله فيهم: إن الله لا يحب المعتدين. وقطفا من ذلك الفناني وجريا على ذلك السناني، فإننا وجدنا فيكم يا مولاي الحامية لبيضة الدين وراعية لحقوق المسلمين والصاهرة على أمن المدنيين، تسيرون في ذلك على هديين من ربكم وتقتدون بما جرى به العمل عند أسلافكم. فكل ذلك عندنا من قبيل المحجة البيضاء التي لا يحيد عنها إلا هالكم. والمقام يا مولاي يقتضي أن لا أفض في هذا لأن السكوت عنه أولى من ذكره، وعلى النافذ دليل كما يقولون، والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واكتبنا مع الصالحين. اللهم أعز الإسلام بأمير المؤمنين واجعله حاميا لأمور الدنيا والدين، وأبقيه سندا للعلماء العاملين وصاهرا على حقوق المدنيين على هدي كتابك المبين وسنة نبيك المصطفى الأمين. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن، واشدد أزراه بصنوه السعيد مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة. اللهم ارحم شهداء الإسلام وخدام الأوطان وفي مقدمتهم صاحب الجلالة باني البلاد ومحرر العباد سيدي محمد الخامس. وارحم اللهم المشمول بعفوك ورضاك جلالة الملك الباني الحسن الثاني. اللهم ارحمهما وجميع المسلمين
واكتبهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين. والختم لمولاي أمير المؤمنين. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذا الدرس يتقدم الأستاذ المحاضر الأستاذ عبد الحميد العلمي، أستاذ التعليم العالي بفاس، للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد تناول في هذا الدرس الديني موضوع حماية المدنيين في التشريع الإسلامي، كما يتقدم في هذه الأثناء للسلام على أمير المؤمنين حفظه الله عدد من السادة العلماء الضيوف: الشيخ محمد عبد الحليم مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة لندن بالمملكة المتحدة، والأستاذ عمار الطلبي أستاذ بجامعة قسطنطينة بالجزائر، والأستاذ أحمد علي الصيفي مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية من البرازيل، كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين حفظه الله الأستاذ محمد يوسف صباهيتش مفتي الجالية الإسلامية ببلغراد بصربيا، والأستاذ محمد المختار ولدمبالا مستشار برئاسة الجمهورية الموريتانية مكلف بالشؤون الإسلامية، والأستاذ ناجي ولد الطالب عبدي رئيس رابطة العلماء لولاية الحوض الغربي بموريتانيا، كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. في ختام هذا الدرس الديني الجديد من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين حفظه الله، يتقدم للسلام على جلالته الأستاذ أحمد عيان تيام الناطق الرسمي باسم الأسرة العمرية بدكر بالسنغال. والأستاذ محمد الأمين صال من علماء السنغال. صفوة من علماء الإسلام الأجلاء يحضرون كل سنة للمشاركة في الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين حفظه الله، ويتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ عبد الواحد وجيه أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ رشاد بلويوفيتش نائب رئيس المشيخة الإسلامية بصربيا، والأستاذ عبد العظيم بيتر ساندرز من علماء بريطانيا، والأستاذ فؤاد نهدي
مدير مجلة كيونوز البريطانية، والأستاذ أبو بكر ميكا الثاني عضو المجلس التأسيسي للجمعية الإسلامية التيجانية ببوركينا فاسو. إلى هنا نودعكم سيدتي وسادتي، وإلى اللقاء بحول الله.